بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله ضمن برنامج التثقيف الصحي سنتناول إن شاء الله بعض المبادئ الـ Principle of Health Education، كذلك على إطار عمل التثقيف الصحي في الجوانب المختلفة. نتعرف على هذه المبادئ. تعتبر مبادئ التثقيف الصحي مهمة لأي مثقف Health Educators، وهذه المبادئ لا بد من معرفتها ومعرفة أبعادها. Principle of Health Education، هذه المبادئ تبدأ بالcredibility اللي هي المصداقية. لازم المثقف الصحي يكون صادق ومعلوماته تكون موثوقة من مصادر موثوقة، وبالتالي يتصف بالصدق. كذلك في إطار يتصف بالأمانة. أيضا من هذه الصفات interest، يكون مهتم بالفئة المستهدفة ومهتم بالإنسان والشخص الذي يقدم له المعلومات أو الشخص المستهدف إذا كان فئة مثلا طلاب أو مجتمع، فبالتالي يهتم ويأخذ feedback، يأخذ تقدير راجعة، ويهتم بالاستماع ويهتم بتقديم المعلومة ويهتم بحل المشكلة وبالتالي التواصل الجيد. Good communication. Participation، المشاركة. المثقف الصحي لابد أن يشارك الآخرين في حل المشكلة، يشارك المجتمع، يشارك من حوله في تحقيق الأهداف، في وضع السياسات، في وضع الخطة، كذلك يشارك في تحقيق أهداف التثقيف. وبالتالي كثير من السياسات أو المشاكل تحل بالمشاركة، يعني مشاركة المجتمع، مشاركة الأفراد اللي ممكن يكونوا مثلا عندهم رأي أو رأيهم مسموع، أو مثلا كبار السن أو غيره، لازم نشارك الجميع. كذلك ضمن هذه المبادئ الموتيفيشن اللي هو التحفيز، التحفيز بالكلمات الجيدة، التحفيز بالمعنويات أو رفع الروح المعنوية، وكذلك تقديم كلمات ممكن تكون تحفزهم وتدعمهم، تسابورت، تدعمهم نفسيا وتدعمهم من كل الجوانب، وبالتالي تحقيق الهدف من خلال الدعم بالكلمات الطيبة والكلمات اللي ممكن تشجع وتدعم أفكاره. كومبرهنسيف اللي هو الفهم، لا بد من فهم المجتمع وفهم الآخرين في قضيتهم، فهم قضيتهم، فهم مشكلتهم، كذلك فهم الأشياء التي تحيط بهم من بيئة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، كل المتغيرات change. تفهم عن هذه المتغيرات، تفهم عن مشكلتهم، تفهم عن قضيتهم، وبالتالي تدخل في الحل وتدخل في المناقشة قبل أن تفهم مشاكلهم، لا تدخل في أي نوع من مقترحات أو حلول أو قرارات، فبالتالي لا بد أن تفهم عملك وتفهم قضيتهم وتفهم كذلك المشاكل المحيطة بهم. reinforcement اللي هو التعزيز، وهذا التعزيز من خلال تعزيز برنامجك، ومن خلال تعزيز قدراتك، ومن خلال تعزيز السياسات الصحية وتبني المفاهيم والقضايا الصحية، وكذلك دعم هذه البرامج بالمعايير وبالسياسات وبالمتطلبات العامة. التعلم للممارسة، learning by doing. المثقف الصحي يكون عنده خبرة، يكون عنده دراية، يكون عنده فهم، وكذلك عارف عن الواقع بجانب عملي ونظري، وكذلك عارف عن العادات والتقاليد وعنده خبرة في هذا المجال، وبالتالي إذا كانت هنالك ممارسة in practices يكون أفضل بالنسبة للمثقف الصحي. كذلك نوتو أن بدء بما يفهمه الناس ثم الانتقال للمجهول، يعني أنت حتبدأ بأشياء يعرفه المجتمع ومن ثم تنتقل لأشياء لا يعرفونها، ما حتبدأ بأشياء لا يعرفها المجتمع، بعيدة عن أسهامهم، بعيدة عن أفكارهم، بعيدة عن معتقداتهم، بعيدة عن كذلك قضاياهم وهكذا.
فتحاول تسهل المفهوم، تسهل الكلام، تسهل أو يعني تناقش في القضايا اللي بتهمه. ضمن هذه المبادئ كذلك، أنت كمثقف صحي لابد أن تكون قدوة وضرب مثل setting an example. وأنت كمثقف صحي، لأنه لو ما بقيت مثلا قدوة أو ما بقيت شخص يعني تمثليهم ذو أهمية، يمكن ما يعتمد على كلامك. على سبيل المثال مثلا إمام المسجد أو المعلم أو مثلا القاضي أو أيا كان، شخص لما يكون عنده يعني قدوة أو يمثل مثلا وضع اجتماعي معين هكذا، يمكن أن يسمع كلامه، يمكن أن ينفذ كلامه. Good human relations كذلك من هذه المبادئ، إنك تكون علاقاتك طيبة، علاقاتك جيدة، وتكون مقبول اجتماعيا. علاقتك طيبة مع الجميع، مع الصغير، مع الكبير، مع المتعلم وغير المتعلم، مع الغني والفقير، وكل الفئات المجتمع. And sharing of ideas, information and feeling. لازم تشارك أفكارك وتشارك شعورك، وبالتالي يستطيع أن ينفذ كلامك ويستطيع أن يفهم كلامك. من هذه المبادئ كذلك الفيدباك. Feedback to modify segments of the system. لازم تأخذ تغذية راجعة عن مدى استيعابه ومدى حل مشكلته ومدى قبوله ومدى تغيير أفكاره وتغيير سلوكه وتصرفاته مثلا في مشكلة معينة، في سلوكيات معينة. الفيدباك مهم جدا. البرنامج نفع معاهم ولا ما نفع معاهم بنسبة كم؟ كذلك الخطة، هل نفعت؟ هل الهدف اتحقق؟ كذلك مثلا إذا عندك مشكلة، إذا كان عندهم مشكلة مثلا بتاعت أمراض، تشوف إنه هل الأمراض دي قلت، وجدوا العلاج وهكذا. فبالتالي حسب حجم ونوع نشاط التسويف الصحي تستطيع أن تأخذ الفيدباك، التغذية الراجعة، وتحل القضايا والمشاكل والسياسات اللي ممكن تولي، والقضايا الخارجية والداخلية والمشاكل اللي ممكن تكون عارفة. أنت كمثقف صحي تكون قائد وتكون قدوة، وتستطيع أن توجه وترشد، وتستطيع أن تضع أسس ومعايير وسياسات من شأنها أن تحل مشكلة، وكذلك تقود الآخرين نحو تحقيق الهدف. Health Education and Promotion Setting، إطار عمل التثقيف الصحي وإطار العمل في جوانب مختلفة، Personal, Family and Health، كذلك السكولز اللي هو الجوانب الشخصية، وكذلك صحة الأسرة والمجتمع، كذلك السكول المدارس من هذه من إطارات عمل التثقيف الصحي، الورك سايت مكان العمل، كذلك المجتمع الكوميونتي عن السيت ريجونال أو ناشونال ليفل، كذلك على المستوى الإقليمي والقومي، عن جوفرمنت على مستوى الدولة والحكومة، عن جلوبال عن وورلد على المستوى العالمي. في ال personal and family health اللي هو المسألة الشخصية والأسرة، هنا ممكن يتدخل intervention أو ممكن يتدخل بعض المجالات الآتي، يعني في الصحة الشخصية وفي صحة الأسرة ممكن أو المتخصصين في المجالات الآتية اللي هم الهيلث إدوكيترز، أو هم كهيلث إدوكيتر لكن متخصصين في جوانب مختلفة. طيب الهيلث إدوكيتر طبعا بيدعم بالمعلومات والأفكار والاستراتيجيات والخطط اللي بتكون بسيطة ومقبولة ومفهومة ويمكن الالتزام بها. النيوتريشنست أو الدايتيشن طبعا في إطار التثقيف التغذوي، في إطار تغيير الأنماط التغذوية المختلفة، مثلا الأنماط التغذوية السالبة لازم تكون أنماط تغذوية من خلالها تقدر تحل مشكلة التغذية، الأمراض المتعلقة بالتغذية، كذلك المشاكل التغذوية مثل السمنة وغيرها ومشاكل سوء التغذية.
وده دور كبير طبعا، في دور إرشادي، دور خاص بالكونسلنج، كذلك دور الخاص ب اللي هو اللي بيلعبوه الدايتاتكس او الدايتيشن اللي هو التغذيه العلاجيه كلينيكال نوتريشن. كذلك الفيتنس انستراكتورز اللي هم المدربين في مثلا كذلك انزال الوزن او مثلا انزال الوزن نعم، او مثلا كمال الاجسام او غير من الاشياء المتعلقه بالتدريب وبالوزن الصحي والوزن السليم. كذلك الفيزيشن اند نيرس اللي هو الجوانب المختصه فيها هو الطبيب او الممرض، وهنا برضو بيلعب دور كبير في جانب التثقيف في الامراض. كذلك السيرفيستس اللي هو الاخصائي المعالج وبيلعب دور كبير في مثلا تثقيف في اذا كان متخصص في الميديسين مثلا بالنسبه للناس الدايبيتس او الهايبرتنشن يمكن ان يلعب دور كبير في التثقيف. على مستوى التغذيه مثلا هيجيب الدايتيشن، على مستوى بعض الاعتناء بالعلاج ومثلا سكر القدم هيجيب النيرس مثلا تيجي تعمل بعض الارشادات وهكذا، وهو بنفسه الاخصائي ممكن يدعم بالمعلومات. في السكولز في المدارس ممكن يكون في المدارس في المثقف الصحي الهيلث ادوكيترز، ممكن يكون الاثليتيك ترينرز اللي هو المدرب الرياضي، ممكن يكون النوتريشنست او الدايتيشن اخصائي التغذيه، او ممكن يكون الفيزيشن نيرس طبيب الممرض. عموما في المدارس يعني المثقف الصحي يلعب دور كبير في معرفه تاثير العوامل مثلا الطبيعيه زي الهواء والمناخ وغيره، مثل العوامل الاجتماعيه والمعيشه والعوامل العائليه والتغذيه والسكن، دي كمعلومات بسيطه، ويعرف تاثير هذه العوامل على الصحه. كذلك ممكن نعلم الأطفال في المدارس والتلاميذ على المسلك الصحي للفرد عشان يقدر يتعرف على مثلا أوقات الدراسة وأوقات الراحة، وكذلك كيف ينظم الغذاء وكيف يعني يحافظ على الرياضة مثلا وأساليب النظافة، كذلك البعد عن العادات السيئة. كذلك ممكن يعني يكون في إرشادات عن الآداب الصحية زي مثلا السلوكيات والتصرفات والأخلاق، يعني تتعلم الأخلاق قبل كل شيء. كذلك ممكن نلقي الضوء كمثقفين صحيين على مثلا بعض الجوانب للإسعافات الأولية ومثلا تفشي بعض الأمراض وكيفية تفاديها مثلا في ظل كورونا فيروس، مثلا كيف إنك تعطس مثلا بمنديل او بيدك او مثلا بالكم القميص، او كيف انك مثلا اذا اصابك مرض تمشي تبلغ وكذا وكذا. كل الجوانب دي يتعلمها في المدرسه ضمن السياسات الخاصه بالتثقيف الصحي. الورك سايت اللي هو ممكن يكون في اطار التثقيف الصحي على مستوى العمل، ودي برضه بيلعبوا فيها كثير من الجوانب الخاصة بالتدخل في هذا الجانب. ممكن يكونوا متخصصين كهيلث اديوكيترز، ممكن يكونوا نيوتريشنست او دايتيشن، ممكن يكونوا فيزيشن، ممكن يكونوا فيتنس كوردينيترز منسق اللياقة البدنية عن انفيرمنتال هيلث صحة بيئية، ممكن يكون اوكوبيشنال سيفتي السلامة المهنية، ودي متعلقة بالمخاطر اللي ممكن تحصل في العمل، مخاطر فيزيائية، كيميائية، بيولوجية، مخاطر ميكانيكية، مخاطر انزلاق، مخاطر حريق وغيرها. والمثقف الصحي لا بأس أن يكون مثقف في الجوانب السلامة المهنية بشكل عام. فبالتالي كل تخصص من هذه التخصصات يلعب دور، مثلا منسق اللياقة البدنية، الوزن السليم، وكذلك التغذية يلعب دور كبير في أن العقل السليم في الجسم السليم تتغذى، نمطك التغذوي يكون صحيح. كذلك كيف انك تكافح المرض، وكيف انك تعالج، كيف انك تاخذ الدواء، كيف انك دراج كوميونيكيشن او دراج كونسلنج من مثلا الطبيب الصيدلي وهكذا، كل المعلومات تاخذها من المختصين.
كوميونتي على مستوى المجتمع، والمجتمع ده جانب كبير جدا. كهيلث اديوكيترز ممكن تلعب دور كبير في المجتمع، كنيوتريشنست او دايتيشن تلعب دور كبير في المجتمع، انفيرمنتال اند اوكوبيشن البيئه والمهنيه، الجوانب البيئيه والمهنيه، كذلك الفيزيشن والنيرس الاخصائي او الطبيب والممرض بيلعب دور كبير، الابيديمولوجيست المتخصص او اخصائي الوبائيات، والابيديميولوجي طبعا مساله التدخل او لهم شان كبير في مثلا مكافحه الامراض والدراسه عن الامراض والاوبئه، كذلك الهيلث بروجرام كوردينيترز مثقف او منسق البرنامج الصحي، كذلك الهيلث سيرفيس ادمنستريترز او ادمنستريشن اللي هو اداره الخدمات الصحيه. في المجتمع توجد امراض وتوجد سلوكيات وتوجد ثقافات وتوجد عادات وتوجد ممارسات وسلوكيات غير صحيه واشياء كثيره. فبالتالي يمكن بهذه المجالات ان تتدخل، واللي هو الانترفنشن، جود انترفنشن في محاربه الامراض، في محاربه السلوكيات، في محاربه العادات الضاره، في محاربه كل الجوانب والممارسات اللي ممكن تكون مهدده لصحه المجتمع وصحه الفرد، وكيفيه مثلا الاعتناء بصحه الام والصحه الاوليه، والاعتناء ب كذلك التغذية السليمة للمجتمع، وكذلك العلاقات الجيدة في المجتمع، وكل الجوانب الصحية وجوانب السلوكية الأخلاقية التي تهم المجتمع. على مستوى القومي والولاية الريجنال أو الناشونال، ديل برضو ممكن يدخلوا كتخصصات كما الآلات هيلث إدوكيتر والنيوتريشنست والفيزيشن والإبيديميولوجيست والهيلث بروجرام كوردينيترز والهيلث سيرفيس ادمنستريترز والبايو ستاتستيك هو الاحصاء الحيوي. المتخصص في الاحصاء الحيوي هنا يعد البيانات ويجمع هذه البيانات ويحللها وتكون كمعلومات وتحل مشاكل وتحل قضايا يمكن من شأنها ان تلعب دور كبير في تحقيق الهدف. مستوى الحكومة كذلك يمكن بهذه المجالات أن تتدخل، الهيلث إدوكيترز والنيوتريشنست أو الدايتيشن والفيزيشن والنيرس والإبيديميولوجيست والهيلث بروجرام كوردينيترز والهيلث سيرفيسز والبايو ستاتستيك. كذلك دي الجوانب اللي ممكن تتدخل في الجوانب الحكومية باعتبار الحكومة جانب كبير، وكذلك لابد أن تكون للحكومة تشريعات وقوانين ولوائح تلتزم بها المؤسسات، تلتزم بها المجتمع، تلتزم بها كذلك الفئات المختلفة. فبالتالي الحكومة لها تأثير، ولا بد لمقدمي الخدمات الصحية أن يلعبوا دور كبير في الحكومة. لازم الحكومة تعرف اقتصاديات الصحة، الحكومة تعرف دور الصحة، الحكومة تعرف كيف تدعم تسابورت تدعم المؤسسات وتدعم الأفراد بكل أنواع الدعم، دعم لوجستي، دعم مادي، دعم بمعلومات، دعم بالموارد المختلفة اللي بيحتاجوها، بالقرارات، بالسياسات، بالاستراتيجيات، بالأجهزة والمعدات، الليدرشيب تسابورت تدعم بكل كذلك بالبنية التحتية من تكنولوجيا ومن معلومات ومن كذا ومن كذا. فبالتالي يلعب دور كبير اللي هو مقدم الخدمة من التخصصات المختلفة، الصحة العامة والتغذية والنيرس وغيرها من التخصصات اللي ممكن يحاربوا بعض السلوكيات والأمراض والمشاكل دي. على المستوى القومي كذلك العالمي والهيئات الهيلث إدوكيترز والنيوتريشنست والفيزيشن والإبيديميولوجيست والهيلث بروجرام كوردينيترز والهيلث سيرفيسز أدمنستريشن والبايو ستاتستيك. ديل برضو كمجالات بيلعبوا على المستوى العالمي والمستوى العالمي في شكل بحوث، في شكل معلومات، في شكل تواصل وتبادل معلومات وتبادل خبرات، وكذلك الاستفادة القصوى من البحوث والاستفادة القصوى من تبادل هذه المعرفة من ضمن القضايا الخاصة بالدول إذا كانت ثقافية، اجتماعية، سياسية، كل الـ internal and external issues. وهنا لازم تكون عندك لينك مع الدول على اساس انه
تقدر تحل المشاكل وتقدر تستفيد من تجاربهم وأفكارهم. كذلك على مستوى يعني رئيسي ومستوى كبير ممكن نستفيد برضو من خلال أو الجوانب دي تعتبر على مستوى الميجر سيتنج السكولز والورك سايت. مدارس طبعا لها تأثير ولها بعد كبير، مجال العمل، مواقع العمل في الشركات والأنشطة المختلفة، شركات البترول، شركات التعدين، شركات المستشفيات، أي مجال عمل له تأثير ولا بد من الاهتمام بصحة العامل وصحة الشخص المنتج ليه. الـ Healthcare Organization، منظمات الرعاية الصحية، المستشفيات، الـ Community and Public Health Agencies، الوكالات الصحية والمجتمعية، الـ College and Universities، الكليات والجامعات، كذلك الـ International Agencies، الوكالات الدولية، وكذلك الـ Non-Traditional Setting، كذلك المؤسسات اللي ممكن تقدم خدمات غير تقليدية، خدمات حديثة وسياسات وبرامج ممكن من شأنها أن تحل مشاكل المجتمع والقضايا التي تخص المجتمع وتخص الدول. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة، ونتمنى لكم التوفيق والسداد. السلام.